غارة إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق الدولي، وصوت العاصمة يتحدث عن طائرات إيرانية وصلت المطار قبل الضربات. على خلفية زيارة مسؤولة من منظمة يونيسف للنظام، منسقو الاستجابة يقول إن المنظمة تتجاهل معاناة الأطفال وتتجه للتطبيع مع الأسد. أبناء المنطقة الشرقية في عفرين يعقدون مؤتمراً جمع عسكريين وسياسيين وفعاليات مدنية بهدف تعزيز التعاون. نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. أعلنت وكالة أنباء النظام سانا عن إصابة عنصرين من قوات النظام إثر غارات نفذتها الطائرات الإسرائيلية ليلة أمس الاثنين، في حين كشف موقع صوت العاصمة أن إسرائيل استهدفت مواقع للنظام وإيران في محيط المدينة. نتابع المزيد في هذا التقرير. بعد توقف دام قرابة شهر كامل، الطائرات الحربية الإسرائيلية تستأنف ضرباتها وتشن غارات جوية ليلية استهدفت مواقع تابعة للنظام والميليشيات الإيرانية في محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة عنصرين من قوات النظام وخسائر مادية بحسب وكالة أنباء النظام سانا. الوكالة اكتفت بالتصريح عن تصدي دفاعات النظام الجوية للصواريخ الإسرائيلية دون الإعلان عن طبيعة المواقع المستهدفة، في حين أشار موقع صوت العاصمة المحلي إلى أن الغارات استهدفت مواقع للنظام في محيط مطار دمشق الدولي ومحيط قرية نجهة بريف دمشق، لافتا إلى أن ثلاث طائرات إيرانية وصلت المطار قبل نحو 30 ساعة من القصف. نوايا إيرانية لإعادة إطلاق جسر جوي لنقل شحنات أنظمتها الحربية إلى حزب الله عبر سوريا عقب زيادة الضربات الإسرائيلية على شحناتها البرية، هذا ما كشفت عنه مجلة بريكينج ديفنس الرقمية الأمريكية، مشيرة إلى أن تل أبيب تتخذ الإجراءات لتعطيل إطلاق هذا الجسر بين طهران وحزب الله. ومنذ مطلع عام 2022 كثفت إسرائيل غاراتها وهجماتها على مواقع النظام والميليشيات الإيرانية في سوريا، حيث تركزت على المطارات في دمشق وحلب، بينما تقلصت خلال الشهرين الأخيرين لتبرر تل أبيب ذلك بانخفاض عمليات نقل السلاح الإيراني باتجاه سوريا، في حين كشف موقع صوت العاصمة أن تعليق الهجمات الإسرائيلية يعود إلى إدخال إيران منظومة تشويش وإنذار مبكر ودفاع جوي، الأمر الذي أدى لإفشال محاولة إسرائيل تنفيذ غاراتها من فوق الأراضي اللبنانية وفق المصدر. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا العميد الركن عبد الله الأسعد، محلل عسكري من أمستردام. أهلا وسهلا بك معنا سيادة العميد. بداية، يعني بعد شهر كامل على توقف الغارات الإسرائيلية، ما دلالات عودة إسرائيل لاستهداف مواقع للنظام وإيران في سوريا؟ السلام عليكم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع طبعا هو عبارة عن استطلاع سريع لما يجري من نقل الجسر الجوي الذي تحتاجه إيران الآن لنقل قطع غيار لطائرات مسيرة تقوم بتجميعها في المطارات، وأهم هذه المطارات مطار تدمر العسكري، طبعا تأتي الشحنة عن طريق مطار دمشق الدولي الجانب العسكري. طبعا نتيجة الاستطلاع الفوري الإسرائيلي للجسر الجوي تقوم مباشرة بتتبع القافلة أو الحمولة التي رصدتها في منطقة محيطة بنجهة والتي هي قريبة من المطار أيضا، وقامت بتوجيه ضربات إليها. طبعا يعني بالنسبة لموضوع يعني انكفاء إسرائيل عن ضربات جوية لمدة شهر أو أكثر، هو طبعا عدم وجود معلومات لديها بأن هناك صفقات وصلت إلى الأراضي السورية. سيادة العميد، يعني هل يعتبر قصف يوم أمس من ضمن الخطة الإسرائيلية لتعطيل جسر نقل الأسلحة بين إيران وسوريا؟ طبعا يعني الجسر الجوي
هو موجود بشكل دائم، انما هو ما هي نوعيه هذا العتاد المنقول بالجسر الجوي؟ طبعا هل هو عتاد حربي تقني او منظومات مثلا دفاع جوي او يعني منظومه بطاريات او قطع غيار لطائرات مسيره؟ لان طبعا هناك اتفاق الان بين روسيا وايران على تجميع قطع غيار الطيران المسير في سوريا، شاهد 139 ويعني بعض الطائرات الاخرى كاميكازي نوعين. طبعا هذه الاسلحه تسلم من الطيران المسير في سوريا، يتم التعامل او التدريب عليها مبدئيا في سوريا، ومن ثم نقل الى طبعا الى القرم، وطبعا مع خبراء ايرانيين. مفهوم. سيادة العميد، كيف ساهمت الحرب الروسية على أوكرانيا في زيادة النشاط الإيراني في المنطقة؟ كثير من المواقع طبعا تمت فتحها مجددا أو تم فتحها مجددا تتناسب مع مستودعات يتم أولا وضع هذه القطع فيها، ومن ثم إيجاد مصانع للتجميع والاختبار والتدريب طبعا في مناطق محددة موجودة في المنطقة الغربية وفي المنطقة الجنوبية ومنطقة الجبل. هذه المناطق طبعا يعني مطار قصدي في منطقة الجبل، من أجل اختبار هذه الطائرات ومدى أو اختبار مدى صلاحيتها وتأثيرها. أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد الركن عبد الله الأسعد، محلل عسكري حدثنا من أمستردام. أصيب شخص بجروح متفاوتة جراء قصف استهدف منزلا في مدينة البابري في حلب الشرقي، وفق ما أفاد به مراسل حلب اليوم. نحن الآن في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وفي المكان الذي تم استهدافه صباح اليوم بإحدى القذائف الصاروخية. صباح اليوم سقطت قذيفة صاروخية على إحدى المباني في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح وتم نقله إلى المشفى بمدينة الباب بريف حلب الشرقي. كما نشاهد أن فرق الدفاع المدني السوري متواجدة في هذا المكان وتقوم بتأمينه بعد أن تم استهدافه. لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا الاستهداف في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ولكن بحسب معلومات أولية أفادت بأن هذا الصاروخ أطلق من طائرة مسيرة صباح اليوم، وتم استهداف هذا المبنى ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. طبعا لا يوجد أي معلومات حتى الآن حول هذا الاستهداف من مصادر رسمية، فيما أيضا مدينة الباب هذا الاستهداف لم يكن الأول من نوعه، دائما ما تستهدف مدينة الباب بريف حلب الشرقي بالقذائف الصاروخية من قبل قوات النظام وأيضا قوات قسد المتواجدة على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي. من مدينة الباب شرق حلب، محمد السباعي، حلب اليوم. انتقد فريق منسقو استجابة سوريا زيارة المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أوديل خضر إلى مناطق سيطرة النظام مقابل تجاهل معاناة المدنيين في شمال غربي سوريا، لا سيما الأطفال منهم. وقال منسقو الاستجابة في بيان إن الزيارة تأتي ضمن خطوات مستمرة للتطبيع مع نظام الأسد من قبل وكالات الأمم المتحدة، وتمهيد جديد لتحويل المساعدات الإنسانية للعبور عبر مناطق سيطرته بدلا من الحدود. وأضاف البيان أن مناطق سيطرة المعارضة لم تشهد مثل هذه الزيارات لمسؤولين أمميين على مدى الأزمة الإنسانية السورية المستمرة منذ 11 عاما، لافتا إلى أن المسؤول في يونيسف تجاهلت معاناة أكثر من مليون طفل في شمال غربي سوريا وخاصة في المخيمات. أعرب الائتلاف الوطني السوري عن رفضه لإعادة تأهيل نظام الأسد إقليميا ودوليا أو التطبيع أو التقارب معه بأي طريقة وتحت أي ذريعة. وأكد الائتلاف في بيان أن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للنظام يعني القبول بجرائمه والمشاركة في تعزيز مأساة السوريين،
وجدد سالم المصلت رئيس الائتلاف مطالبته للمجتمع الدولي بالعمل على تطبيق القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في 18 من شهر كانون الأول عام 2015، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتفعيل العملية السياسية وتطبيق جوهر القرار بتحقيق الانتقال السياسي الكامل في البلاد بما يحقق تطلعات السوريين. أعلنت السلطات الأمنية في بيلاروسيا القبض على مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في منطقة مينسك، بينهم نحو 20 سوريا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عبر روسيا في مسعى للعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقالت السلطات البيلاروسية إن المهربين أوهموا المهاجرين بالوصول إلى الدول الأوروبية والعيش بشكل مريح كلاجئين، لكنهم تركوهم وحيدين في بيلاروسيا دون وضع قانوني أو حتى وثائق تثبت شخصياتهم وسط طقس بارد يؤدي إلى حدوث وفيات في بعض الأحيان. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الدكتور محمود تركي الداوود أكاديمي سوري أسس كلية الآداب في جامعة إدلب وعمل مدرسا في قسم اللغة العربية فيها. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. نظمت حركة التحرير والبناء ملتقى لأبناء المنطقة الشرقية بحضور سياسيين وعسكريين ومدنيين من أبناء المنطقة، وذلك لتعزيز التعاون والتأكيد على أهداف الثورة والاستمرار فيها. نتابع المزيد في هذا التقرير. فعاليات المجتمع المدني. ملتقى أبناء الشرقية لأول مرة يعقد في مدينة عفرين شمال حلب. حركة التحرير والبناء في الجيش الوطني دعت إلى هذا الملتقى الذي جمع عسكريين وسياسيين وفعاليات مدنية من أبناء محافظة دير الزور والرقة والحسكة. الهدف يعني حقيقة ما في يعني هدف محدد ومعين سوى أنه الجميع يعبر عن انتمائه لهذا الوطن، والجميع يعبر عن انتمائه سواء كان للجيش الوطني أو للثورة بشكل عام، ويجددون يعني هذه اللقاءات هي عبارة عن تجديد للروح الثورية لأبناء المنطقة الشرقية في المنطقة. استطعنا بفضل الله تنظيم الوضع العسكري. واكبت مدن المنطقة الشرقية الثورة السورية بمراحلها المختلفة، وعانى أهلها ما عانته بقية المدن السورية من قصف وتهجير، إلا أن الواقع كان أكبر على المنطقة الشرقية خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة وقسد، وما مورس بحق أبناء المنطقة من اضطهاد وتشريد. تكلم السياسيون والعسكريون والدعاة والوجهاء ووجهاء العشائر وأكدوا ثوابت الثورة، ونحن الآن كمنطقة شرقية نلتقي للم الشمل ورص الصفوف والسعي كل السعي لتحقيق أهداف ثورتنا والخلاص من هذا النظام المجرم الذي استنزف أموالنا ودماءنا وأهلنا. تعد مدينة الرقة ومدينة دير الزور من أوائل المدن السورية التي خرجت عن سيطرة النظام بعد انطلاق الثورة السورية، ولا يزال حلم العودة إلى هذه المناطق حلم أبنائها الذين لم يتركوا السلاح حتى اليوم. جمع هذا الملتقى أبناء المنطقة الشرقية بمختلف مكوناتها العسكرية والمدنية والسياسية. هذه المنطقة التي قدمت ما قدمته في الثورة وما زالت تقدم للتأكيد على الاستمرار في النهج حتى إسقاط النظام. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين. للمزيد ينضم إلينا السيد محمد مخلف ممثل مجلس محافظة دير الزور في الائتلاف الوطني من عفرين. أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة سيد محمد. بداية، يعني بصفتك أحد المشاركين في الملتقى، هل جرى التوافق عقب الاجتماع على خطوط عريضة أو نقاط معينة لتعزيز التعاون، وما هي؟
بداية اسمحي لي أن أعرف بالملتقى الذي هو عبارة عن اجتماع لأبناء الشرقية من محافظاتها الثلاث، وتمثلت فيه كل القوى والفعاليات ابتداء من أعضاء الائتلاف الوطني الممثلين للشرقية ومجالس المحافظات والهيئات السياسية ومجالس الأعيان والروابط والأكاديميين وشخصيات مستقلة. وكان الملتقى برعاية حركة التحرير والبناء الذي هو جزء من هذا الملتقى. بالنسبة للخطوط العريضة، إن مجرد انعقاد الملتقى يعتبر إنجاز كبير على مستوى الساحة، وخصوصا في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها ثورتنا المباركة والتي تحتاج إلى رص الصفوف ووحدة الكلمة ونبذ الفرقة. وسيكون هناك اجتماعات في الأيام القادمة لنكمل ما بدأناه، وسيكون التركيز على الجانب السياسي والخدمي، وستنبثق لجان بمتابعة مخرجات الملتقى. سيد محمد، يعني ما الذي يميز هذا الملتقى عن الاجتماعات التي عادة ما تشهدها المنطقة وتضم أيضا عسكريين وسياسيين؟ أختي وداد، إن الذي يميز هذا الملتقى عن غيره من الاجتماعات يعتبر الأول من نوعه في الشمال المحرم، حيث ضم ثلاث محافظات هي رقة ودير الزور والحسكة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى جمع كل الأطياف وتجاوز عدد الحضور 200 شخصية. والكل يعلم أن اللقاءات السابقة كانت تقتصر على فئة معينة من فئات المجتمع، ولم يسبق أن عقد لقاء في المنطقة بهذا الشكل. وكذلك ما يميزه التنظيم وطريقة اختيار الأشخاص وبرنامج اللقاء وما تمخض عنه من نتائج وتوصيات سيتم العمل على تحويلها إلى أهداف نسعى إلى تحقيقها من خلال اللجان وورشات العمل، وكذلك التركيز على ثوابت الثورة ثورتنا المباركة وعدم التفريط فيها والسعي قدما إلى إنجاحها إن شاء الله. مفهوم. أشكرك جزيل الشكر سيد محمد مخلف، ممثل مجلس محافظة دير الزور في الائتلاف الوطني، حدثتنا من عفرين. أطلق مجلس مدينة أخترين المحلي مبادرة بعنوان الباب المفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين وطلباتهم. نتابع المزيد في هذا التقرير. بهدف استقبال شكاوى وطلبات المواطنين، مجلس أخترين المحلي يطلق مبادرة الباب المفتوح، عبارة عن صندوق شكاوي يضع المواطن فيه شكواه ويجب على المسؤول الرد إما سلبا أو إيجابا، وعليه أيضا أن يساعد هذا المواطن في شكواه أو أن يقدم اعتذار منطقي وقانوني. أكثر من ذلك، يعني استطاعة المجالس معروفة وخدمات المجالس معروفة، ومنطقتنا كبيرة، ومنطقة أخترين خاصة منطقة كبيرة، لا نستطيع تلبية كل الحاجات، لكن نستطيع أن نخفف من ضغط الحياة على الناس. إن شاء الله تكون بادرة خير وبوابة المجتمع بحق وليس كلام إعلامي فقط. فكرة المبادرة جاءت من خلال شكوى بعض المواطنين أنهم لا يستطيعون إيصال رسالة معينة، فنظمنا ساعة من الوقت كل يوم وأعلننا عنه، أسميناه الباب المفتوح حتى يكون عند الناس فكرة بأن طلباته سوف تسمع. كان هناك المواطنون سابقا يجلسون ينتظرون حوالي الساعة والساعتين، الناس لديها أشغال أعمال، فنظم وقت معين لاستقبال هؤلاء الناس من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة، الثالثة والنصف بعد الظهر كل يوم، حتى نستمع إلى مشاكل الناس وإلى طلباتهم إلى رغباتهم ونحاول الإجابة عليها. ويخصص ساعة يوميا لإيصال الرسائل من المواطن للمسؤول مباشرة. مبادرة الباب المفتوح لاقت استحسان الناس في أخترين، وبدأ بعض السكان بالحضور للمجلس وتقديم ملاحظاتهم وطلباتهم للحصول على رد مباشر من أصحاب القرار. أنا مهجر من إدلب وساكن في بلدة أخترين من حوالي 3 سنين تقريبا. في إلنا طلب كان عند الأستاذ خالد، جينا قبل نهاية الأسبوع، قالوا لنا الأسبوع الجاي لحتى يبلش الدوام النظامي، يعني مخصص ساعة ساعة ونص للطلبات يعني مشان الزحمة. جينا هلاك وقدمنا الطلب ووعدنا خير وإن شاء الله خير والله يعطي العافية. وهي المبادرة يعني حلوة إنه خصص ساعة خصوصا للطلبات أو للشكاوى المواطنين.
علقت الإدارة الذاتية التابعة لقسد الدوام في المدارس والروضات والمعاهد لمدة أسبوع في مدينة منبج شمالية سوريا بسبب الإنفلونزا عقب تعليقه في الطبقة والرقة. هذا وكان موقع أثر بريس تحدث عن وفاة 12 طفلاً بفيروس لم يتم تحديد نوعه بسبب عدم توفر المعدات الطبية اللازمة لذلك. الفيروس انتشر في مناطق متفرقة من الرقة ودير الزور، وقال الموقع إنه تم نقل 4 أطفال لمناطق النظام لمعرفة نوع الفيروس. بدورها نفت مديرية الصحة التابعة للنظام في دير الزور جميع الأنباء التي تحدثت عن ورود إصابات بالفيروس الخطير الذي انتشر في المحافظة وأدى إلى وفاة أطفال على حد قولها. أعلنت إدارة محافظة ريف دمشق التابعة لحكومة النظام رفع تسعيرة السرافيس بنسبة 25% ابتداء من اليوم الثلاثاء. وأكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق إياد النادر إقرار التعرفة الجديدة للسرافيس العاملة على خطوط المحافظة وتصديقها واعتماد العمل وفق مقتضاها وفق صحيفة تشرين التابعة للنظام. وتأتي زيادة تعرفة الركوب في السرافيس بعد أيام من إعلان حكومة النظام رفع أسعار المحروقات المدعومة والحرة بنسب تتراوح بين 20% و50%. أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف 56 شخصاً من قبل فرع الأمن الجنائي في دمشق، وذلك بتهمة التعامل بغير الليرة السورية. واعتبرت داخلية النظام أن حالات الاعتقال جاءت في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية ويمارسون أعمال تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني على حد وصفها. وأضافت الوزارة أن الأشخاص الموقوفين مرتبطين مع شبكات تدار من خارج القطر لتنفيذ هذه الأعمال، وبلغت قيمة المبالغ المصادرة أكثر من 156,000 دولار وحوالي 1.5 مليار ليرة و2000 ريال سعودي و90,000 دولار مزور وفق قولها. أسس كلية الآداب في جامعة إدلب وعمل مدرساً في قسم اللغة العربية فيها، كما أسس مكتبة تربو على ما يقارب 7,000 كتاب. من هو الدكتور محمود تركي الداود؟ نتابع كل ذلك في هذا التقرير. إن إتقان العربية في العصر الحديث يحتاج إلى ممارسة المهارات اللغوية 4، وهي الاستماع والقراءة والكتابة والمحادثة. ونحن نوجه طلابنا إلى الاستماع إلى النصوص العربية الجليلة في القرآن الكريم والشعر الحديث والشعر عموما، كذلك نوجههم إلى القراءة وإتقان مخارج الحروف، وكذلك نوجههم بعد ذلك إلى الكتابة باللغة العربية، الكتابة الوظيفية والكتابة الإبداعية التي من خلالها ينشأ الأدباء وترعى المواهب. الدكتور محمود داود أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة إدلب، أدرس في هذا القسم منذ افتتاح هذه الجامعة المباركة بعد تحرير مدينة إدلب عام 2015. يحوي قسم اللغة العربية قرابة 800 طالب وطالبة يدرسون في هذه الجامعة، ونحن لا نكتفي بالمقررات الدراسية التي يدرسونها من نحو وصرف وأدب وبلاغة ونقد، بل إننا نخصص كل سنة ندوة ثقافية لرعاية المواهب الشعرية والأدبية، ومسابقة أيضا يتنافس فيها طلابنا وطالباتنا في إجادة الحديث بالعربية والكتابة فيها. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.